استني ماليشكا، انت بدك شيء؟ اجيت كرمال شيء يعني؟ ايه اجيت لاطمن عنك ريشي. كيف صرت؟ احسن؟ ايه احسن. تمام كثير تمام. انت ما بقى فيك تحضر الاجتماع، لا تاكل هم، انا بحضر الاجتماع عنك، خليك بالبيت ارتاح هون. اهدى ريشي ارتاح، بعد عن التوتر عم تفهم؟ اي شيء ممكن يوترك بعد عنه اخي ريشي، ماشي؟ ارتاح خليك هديان. ماشي باي. طيب رح روح ماليشكا، انا رح اترك الباب مفتوح لهيك فيكي تروحي، قصدي انك تقدري تطلعي من هون وقت اللي بدك. يلا طلعي. ماشي يلا باي. واحد سخيف صاير كتير قليل احترام على فكرة، وصاير حكيه وبشع، بيقول شو ما بده وبدون ما يفكر ابدا. هيك من وقت اللي كان صغير لهيك لبقى تفكري بحكيه، لا تحطي ببالك ابدا. صح معك حق، يعني هذا المزح بيصير عادة بين بيت الأحمى، معك حق. خد ودي هدول على الطاولة. طيب ماشي. انت شو عم تساوي لكشمي؟ عم جهز الفطور عمي. شو في؟ لازمك شي؟ مي؟ جيت اعتذر منك عمي. تعتذر ليش؟ ومشان شو بقى؟ انا غلطت معك غلط كبير، يعني وافقت زوجك من فيكرانت، وهاد كان غلط كتير كبير بالنسبة لإلي، وما رح سامح حالي هالشي مدى الحياة. ريشي وشالو أيوش وباني كلياتهم، والكل حكى معي بهذا الموضوع، بس أنا ما سمعت منهم. يا ريت سمعت، بس منيح إنه ريشي خبرني كل شي بالوقت المناسب، وإلا كان لو إنك تزوجتي منه كنا وقتها رح نموت كلياتنا بالتأكيد. بابا انت عم تأذيلي مشاعري بحكيك هاد، وعم تجرحني كمان فوق هالشي. مالو غلطك بابا، انت مستحيل تساوي شي غلط معي. مع هيك انا غلطت. انت ما غلطت ابدا بابا، ما حدا قادر يغير اي شي، مو انت هيك بتقول؟ وخلينا نفكر بالشي المنيح اللي صار، الشي اللي كان رح يصير ما صار، ليش لحتى تحس بالذنب تجاهي؟ انت ما بتتمنى لي الا كل خير. الشخص الثاني طلع سيء كتير وقدر يكذب علينا، وهذا الشيء مانو غلطك. بس عدم معرفتي هو الغلط الأكبر يا بنتي، يعني صدقيني لو انتبهت على كل شيء صار بوقتها كنا كلياتنا تجنبنا معاناة ريشي ووجعه. بدي شوفه واعتذر منه على كل شيء، وانتي أنا غلطت بحقك، لهيك سامحيني بترجاكي يا بنتي. بابا بترجاك؟ انت هيك عم تأذيلي مشاعري كتير، ما في داعي إنك تعمل هذا الشيء. الموضوع ما كان غلطك، كان سوء تفاهم وبس. لهيك بدي إياك ترفع إيدك وتكون جنبي وبس. أنت كلك إنسانية. بتعرفي انك غالية علي كتير، وانا بحس احيانا انه انت كان لازم تكوني بنتي الحقيقية، بس بعدين بتذكر انه وقتها كان المفروض مني زفك كعروس، ومنيح انه دخلتي على حياتي ككن. مو مهم لوين بروح ووين بضل، لانه انت رح تضلك ابي. لاكشمي رجعت تلعب ألعابها مثل قبل، لحتى تضطر تترك البيت وتروح، بس رح أضمن لها تترك البيت. كانت رح تطلع من البيت وتتزوج، بس هلأ العرس ما صار، رح تترك البيت بلا ما تتزوج، ووقتها أكيد رح تروح. شكرا. بدي روح وأعتذر منه لريشي. مرحبا عمي. اهلا يا بنتي. برافو عليكي، حلو كتير لاكشمي،
أنا لازم أقول هلأ إنك مثل المجرم المحترف، بيعمل وبيجهز كل شيء لحتى ينقذ حاله. يعني أنت جهزتي حالك منيح لحتى تضلي بالبيت، مو هيك؟ ماليش كشو عم تحكي أنت؟ كل شيء صار قدامك ومع هيك عم تحكي هذا الشيء؟ إيه شفت كل شيء بعيني ولهيك أنا عم بحكي. وخليني ذكرك شو قلت كمان قبل. شو قلت لك لاكشمي؟ أنت لازم تتركي البيت على الأخير، ما هيك؟ ما بيهمني إذا تزوجتي ولا ما تزوجتي. هي أنت ما تزوجتي، ما صار نفس الشيء. النتيجة واحدة لاكشمي، هي لساتك بالبيت عايشة معنا كمان، لهيك إذا تزوجتي أو لا نفس الشيء تماما. كان منيح لو إنك تزوجتي، على القليل كنتي تركتي البيت بطريقة محترمة، بس هلأ بما إنه العرس ما صار وإنتي ما تزوجتي، الأفضل إلك إنك تتركي البيت لاكشمي، وبدون مشاكل حتى رح تتركي هذا البيت. وقتها بتعرفي. شو عم يصير؟ ما في شي ستي، أنا كنت عم جهز الفطور. متأكدة؟ ما في شي؟ تمام، ابني فيرو نيلام وكاريشما ما اجوا لهلأ، وينهن؟ عمي بغرفة ريشي. وخالتي نيلام تعبان، ضغطة طالع من مبارح، لهيك أخذت لها الفطور على غرفتها وقلت لها تاخد دواها. كيف؟ هي تعبانة وانتي؟ هلأ لحتى عم تخبريني؟ ليش ما خبرتيني رايحة أشوفها؟ لا أتركيها. ليش؟ بعرف أنتي اللي بدك تروحي، بدك تظهري إنك عم تهتمي فيها وتعتبرك حدا لطيف، هذا الشيء اللي بدك إياه، مو صح كي؟ رح تفكر إني ما رحت شفتها مع إني أنا كنت بعرف في مرضها. ماليشكا ليش بتفهمي الأمور غلط؟ هي عم ترتاح، هي نايمة، إذا رحتي لعندها هلأ رح تفيق ورح تنزعج، لهيك قلت لك لا تروحي هلأ. ماليشكا أحياناً أنت لازم تفكري بالشي المنيح، ليش بتفكري بالشي السلبي دائماً؟ ستي بس يعني بكفي، نهيلي هالموضوع. رح تجي كاريشما هلأ، لازم نهديها شوي. يلا حبيبتي خلينا نقعد ناكل. شكراً بابا، بعتذر على كل شيء صار بوضعك. ليش عم تتشكرني وتعتذر مني؟ عم بتشكرك لأنك وقفتني وما خليتني أغلط بأي شيء. مو غلط للصراحة، أنت وقفتني من أني اقترف خطأ. يعني لو لاكشمي تزوجت فيكرانت وقتها أكيد كنت راح أخجل من حالي كثير. أنت وصلت على الوقت وأنت كشفت فيكرانت ووقفت العرس، شكراً كثير. حتى أنا مثلك كنت راح أغلط لأنه أنا اللي اخترت فيكرانت للاكشمي. بهداك الوقت فكرنا بسعادة لاكشمي وللأسف ما ركزنا على أخطاء فيكرانت وما انتبهنا له، ما لاحظنا أنه فيكرانت سيء، هو شخص كذاب قدر يكذب علينا. إيه هذا هو الشيء اللي كنت عم حاول فهمك إياه يا ابني، كنت بتعرف كل شيء بس مع أنك خبرتنا بس ما حدا صدقك. آسف. مو مشكلة، في سبب لكل شيء. سعادة لاكشمي، نحن فكرنا بسعادة لاكشمي بس، وكان بدنا أنه نزوجها من عيلة محترمة وتكون سعيدة، هذا كل شيء كان بدنا إياه. وأنت كنت كتير مهتم بخصوص لاكشمي، بالنهاية لاكشمي بنتك بتعاملها كأنها بنتك تماما. بس مو مشكلة، يعني أنت ما سمعت من ابنك وليش بدك تسمع؟ لاكشمي المفضلة عندك وهي أقرب لإلك مني بكتير.